الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر رحمه الله تعالى في الترجمة التي قبل هذه ما يتعلق بالسحر وخطورته وفداحة مضرته وعظم عقوبته، وأن الساحر كافر ولا يكون السحر إلا بالشرك والكفر بالله عز وجل، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، أينما توجه فإنه لا يفلح. لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالسحر، عقد هذه الترجمة في بيان شيء من أنواع السحر، شيء من أنواع السحر. وهذه الأشياء التي ذكر أشياء قد يكثر وقوعها في بعض المجتمعات وفي بعض البلدان، وقد يخفى أمرها على بعض الناس ولا سيما الجهال، لأن هؤلاء من سيأتي ذكرهم من الكاهن أو المنجم أو العراف أو غير ذلك أو غير هؤلاء، قد يحصل على أيديهم أشياء تدهش الناس، أمور يعني تكون خارقة للعادة. وهذه من آثار تعامل هؤلاء مع الشياطين. ولهذا في هذا الباب لا بد أن يميز المسلم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولا يغتر بالخوارق، لا يغتر بالخوارق ولا تدهشه فتطيش عقله ويظن فيهم ما أنهم على هدى أو أنهم من أولياء الله. فالولاية ما تميز بالخارق للعادة، وإنما تميز باستقامة الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الكرامة لزوم الاستقامة، أن يكون المرء مستقيما على طاعة الله سبحانه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب عظيم النفع في هذا الباب، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر العلامات لهؤلاء والعلامات لهؤلاء، حتى يميز المسلم بين الخبيث والطيب والصحيح والفاسد. قال: باب شيء من أنواع السحر. أورد أولا هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند وغيره عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة
والطرق والطيرة من الجبت، لهذه الثلاث من الجبت. ومر معنا في الباب الذي قبله قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت، ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال الجبت السحر، قال الجبت السحر. هنا في هذا الحديث إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، يعني من السحر. فهذه الآن أنواع من السحر، هذه أنواع من السحر، العيافة والطرق والطيرة، العيافة والطرق والطيرة. والعيافة مثل ما فسرها عوف وهو ابن أبي جميلة قال زجر الطير، العيافة زجر الطير. زجر الطير يعني يهيجها من المكان التي هي فيه، ثم يبني، هل يقدم أو لا يقدم، هل يفعل أو لا يفعل، بناء على ما يرى من حركة الطير لما زجرها، سواء في اتجاهها أو في صفة طيرانها أو نوعها أو صوتها أو نحو ذلك. فالعيافة هي زجر الطير تفاؤلا أو تشاؤما بأسمائها أو أصواتها أو سيرها وطريقها. قال إن العيافة والطرق، الطرق هو ضرب الحصى بعضه ببعض ثم التكهن على إثر هذا الضرب، ومنه كذلك الخط في الأرض، ومنه كذلك الخط في الأرض. فالطرق هو عمل الرمالين الذين يتكهنون عن طريق الحصى وعن طريق الرمال، يعني يأتي إلى أرض رملية ويخط فيها خطوط سريعة، يخط فيها خطوط سريعة بدون عدد كثيرة، بدون عدد، ثم يمحو هذه الخطوط خطين خطين، ثم إذا بقي عددا فرديا أو عددا زوجيا يبني على ذلك النجاح أو عدم النجاح، الإقدام وعدم الإقدام، الربح والخسارة، وهكذا. فكانوا يقصدون هؤلاء الرمالين، يقصدونهم للتكهن لهم. قال إن العيافة هو الطرق والطيرة التشاؤم بالطير، الطيرة التشاؤم بالطير، يتشاؤم بصوته أو يتشاؤم باسمه أو يتشاهم بوجوده، يعني واقعا على بيته أو على مكانه أو نحو ذلك. وهذه سيأتي فيها باب عند المصنف مستقل. قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر، من الجبت أي من السحر. كانت هذه الأشياء ولها مثائل ونظائر لها، كان لها انتشار كبير جدا في الجاهلية، ومع ذلك كان بعض عقلاء الجاهلية على جاهليتهم وضلالهم وكفرهم وعدم معرفتهم بدين الله سبحانه وتعالى أصلا ينكرونها ويرون أنها ليس فيها أي جدوى ولا من ورائها أي حقيقة. ولهذا من الأبيات للبيد يقول لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله صانع. هذا شاعر جاهلي. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا الزاجرات الطير
ما الله صانعه. وآخر من شعراء الجاهلية يقول: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون، كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. هم الآن يتكهنون لأشياء مغيبة، يقول دون الغيب أقفال، هناك أشياء ما يمكن يصلون إليهم. هذا الشاعر جاهل، سبحان الله، انتبه الآن. هذا هؤلاء الشعراء جاهلين وينكرون، وتجد في جهال المسلمين من يذهبون إلى الكهان والمنجمين والرمالين. وخرجت الآن قوالب جديدة، نفس المصب لكن قوالب جديدة لطريقة التكهن، مثل ما يسمى الآن قارئ الفنجال أو قارئ الكف، أو يأتي إلى المتكهن يقول وقع توقيع الذي أنت توقعه دائما، ثم ينظر في التوقيع ويتكهن من توقيعه، أو يقول له اكتب لي سطرين على طريقة كتابتك المعتادة، فينظر في خطه ويتكهن له. هذه كلها مصب واحد، هذه كلها مصب واحد، كلها من الجبت، كلها من الجبت، كلها داخلة في نفس الباب. فانظر الآن سبحان الله، يعني عقلاء في الجاهلية ينكرونها ويقبحونها ويعدونها ضلال، وهم أهل جاهلية يعدونها ضلال. وتجد في جهال المسلمين من يقصد هؤلاء الرمالين أو المنجمين أو المتكهنين، يقصدون وربما يدفعون لهم أموال طائلة. يذهب مثلا التاجر المسكين إلى بعض الرمالين يقول أنا سأسافر لأتاجر معي مال وسأفعل كذا كذا، يطلب منه أن يتكهن له فيعمل أعماله، ثم يقول له اذهب تجارتك رابحة، أو يقول لا تذهب ستخسر. هذا يفعلونه فيما سيقدم عليه المرء أو فيما سيحجم. إذا كان أهل الجاهلية عقلاهم ينكرون ذلك، فكيف المسلم الذي عرف الدين يرضى لنفسه هذا الضلال وهذا الباطل؟ قال عوف، أي ابن أبي جميلة، مر معنا في الإسناد، هو الراوي عن حيان بن العلاء، قال عوف بن أبي جميلة: العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، طرق الخط يخط بالأرض، يعني من أجل التكهن. التكهن هو معرفة المستقبل، معرفة المستقبل، ماذا سيكون من ربح أو خسارة، من سلامة أو عدم سلامة ونحو ذلك. قال والطرق الخط يخط بالأرض. قال والجبت قال الحسن رنت الشيطان، والجبت قال الحسن رنت الشيطان. الرن هو الصوت، الرن هو الصوت، رن يرن رنينا صوت وصاح. وفي القرآن قال الله عز وجل في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، بصوتك. صوت الشيطان هو كل صوت أملاه الشيطان للتهيج على باطل والتحريك لفساد وضلال. ومن ذلك ما يتعلق بهذا المقام، اتيان الكهان وتصديق المنجمين والرمالين والعرافين، هذا كله من إيحاء الشيطان وتزيينه. قال الحسن قال والجبت قال الحسن رنت الشيطان، رنت الشيطان. الحديث مثل ما قال المصنف هو في المسند، قال أحمد حدثنا وساقه بالإسناد. وجدت لفظه في المسند، وجدت لفظ الحديث في المسند، كذلك البيهقي رواه من نفس الطريق، ولفظه والجبت قال الحسن إنه الشيطان، والجبت قال الحسن إنه الشيطان.
وقد جاء تفسير الجبت بالشيطان عن غير واحد من السلف، منهم قتادة والسدي وآخرين. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان أو إنه الشيطان، أي هو الشيطان. ومعلوم أن الشيطان هو من هو وراء ذلك كله، وراء الكهانة، وراء هذه الضلالات كلها، من ورائها الشيطان، هو الذي يدعو إليها، وفعلها من طاعة الشيطان وليست من طاعة الرحمن. قال ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني بدون التفسير الذي بعده، قول بدون قول عوف وما بعده، لكن في المسند موجود هذا، كذلك في البيهقي، لكن لفظه الذي وقفت عليه في أكثر أيضا من طبعة لمسند إمام أحمد بهذا اللفظ، قال الحسن إنه الشيطان، يعني الجبت، إنه الشيطان. ولما يقول الحسن إنه الشيطان، هذه ماضي على طريقة معروفة عند السلف في التفسير، يفسرون الشيء بماذا؟ ببعض أفراده، يعني يفسرون اللفظ العام بجزء معناه أو بفرد من أفراد معناه. وهنا لما يقال الجبت الشيطان، يعني هنا تفسير له بفرد من أفراده، بل بأشد أفراد هذا العموم فسادا وخطورة وضررا. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في ذكر نوع آخر. الآن الحديث الأول مر معنا في جملة من الأنواع، وهذا حديث أيضا في نوع آخر من أنواع السحر والتنجيم. تنجيم. قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم. اقتبس أي أخذ، اقتبس أي أخذ واقتطع وحصل شعبة من النجوم. المقصود من النجوم أي علم النجوم، علم التنجيم، هذا المقصود. ولهذا في لفظا للحديث من اقتبس بابا من علم النجوم بغير ما ذكر الله، وهذا سيأتي، بغير ما ذكر الله سيأتي في باب التنجيم عند المصنف ما جاء في التنجيم. فمن اقتبس شعبة، يعني أخذ شعبة، هو الشعبة الطائفة والقطعة من الشيء. من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من أخذ شيئا قدرا أو نصيبا من علم النجوم، علم التنجيم الباطل، فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر. هنا شبه الآن النبي عليه الصلاة والسلام من يتعلم التنجيم الباطل بالذي تعلم ماذا؟ السحر، الذي تعلم السحر، شبهه بالسحر، لأن السحر منصوص على فساد هذا العلم في القرآن، يتعلمون منهما، نص في القرآن على أن علم باطل، علم لا ينفع بل يضر مضرة عظيمة جدا. وعلم التنجيم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم به، أي هو مثله في ماذا؟ في الفساد والبطلان. فمن تعلم طائفة أو قدر أو نصيب من علم التنجيم المحرم فقد اقتبس، أي تعلم وحصل شعبة من السحر
المحرم تعلمه. قوله زاد ما زاد، زاد ما زاد أي كلما زاد قدر حظ الإنسان ونصيبه من تعلم التنجيم زاد حظه ماذا؟ من تعلم السحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتبس شعبة من السحر، فكلما زاد حظه من دراسة وتعلم التنجيم زاد بذلك حظه ونصيبه من تعلم السحر. هذه الزيادة زيادة إيش؟ زيادة إثم، زيادة إثم وزيادة ضلال. فكما أن المرء كلما توغل في السحر زاد إثمه، فهذا أيضا الذي يتوغل في التنجيم كلما توغل في التنجيم زاد إثمه مثل الساحر في تعلمه للسحر، وأيضا زاد بعدا عن الله سبحانه وتعالى، زاد بعدا عن الله وبعدا عن الحق والهدى. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب مستقل فيما يتعلق بالتنجيم. نعم. قال رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ثم أورد هذا الحديث عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وهذا أيضا من أنواع السحر، هذا من أنواع السحر جاء في هذا الحديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها، من عقد عقدة ثم نفث فيها. العقدة يعني يراد بها ما يعقده الساحر لإيقاع السحر، ما يعقده الساحر من أجل إيقاع السحر، فيعقد خيوطا أو شعرا أو نحو ذلك، ثم ينفث فيه، ينفث فيه يعني كلام يقوله فيه تقرب للشياطين ومنادات لهم بأسمائهم وتوسلات لهم بما يرضون. فلما تتكيف نفسه بهذا الخبث وهذا الشر وهذا الاتصال بالشياطين بالتقرب، ينفث هذا الشر الذي اجتمع في صدره تعلقه بالشياطين واستعانة بهم، ينفثه في هذه العقد، ينفثه في هذه العقد. ولهذا السحرة هذا من طريقتهم، إذا أرادوا السحر أو إيقاع السحر عقدوا الخيوط ونفثوا في كل عقدة، ونفثوا في كل عقدة يفعلون ذلك حتى ينعقد السحر، حتى ينعقد السحر. ولهذا جاء في القرآن الأمر بالتعوذ من النفاثات في العقد: قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني السواحر، الساحرات التي ينفثن في العقد من أجل إيقاع السحر. وأمر الله سبحانه وتعالى بالتعوذ منهن ومن كل ساحر، هذا فيها أهمية الاستعاذة في هذا الباب، وأن التعوذ بالله عز وجل بإذن الله عز وجل حصن للعبد، حصن للعبد وواقي بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك. وهذا نص في أن الساحر ماذا؟ مشرك، وأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك والكفر بالله، قد دل القرآن على هذا المعنى في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. أمران: نبذ القرآن واتباع الشيطان، هذا هو السحر.
أمران يقوم عليهما السحر دل عليهما القرآن، نبذ القرآن واتباع الشيطان، إذا اجتمعتا يدخل في عالم السحر، يدخل الضال في عالم السحر. أول ما يطلبون منه نبذ القرآن، نبذ الدين، وثم يطلبون منه طاعتهم في كل ما يأمرونه به، طاعة عمياء. إذا أسلم نفسه للشياطين نبذ القرآن وأسلم لهم يطيعهم، عاونوه على هذا الشر. ولهذا الساحر لا يكون إلا كافرا، لا يكون إلا مشركا. وهذا الحديث نص أن الساحر مشرك، قال ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئا ووكل إليه، تعلق شيئا يعني اعتمد قلبه شيئا، فإنه يوكل إلى الشيء الذي تعلقه قلبه، وهذا خذلان. لأن أجمع العلماء أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلا إليه سبحانه وتعالى، والخذلان أن يوكل الإنسان لغير ذلك، إما إلى نفسه أو يوكل إلى هذه الأشياء التي تعلقها قلبه فيكون مخذولا خاسرا. من تعلق شيئا وكل إليه يعني خسر ولم يحصل إلا الخيبة، لكن من توكل على الله كان الله حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث في ذكر نوع آخر أيضا من أنواع السحر وهو النميمة، نوع آخر من أنواع السحر وهو النميمة، النميمة القالة بين الناس، يمشي بين الناس يفسد، ينقل كلام من آخر لآخر ليفسد بينهما ويوقع بينهما العداوة. انتبه لهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام ألا هل أنبئكم ما العضه، العضه معروف عندهم، العضه معروف عندهم، يعرفونه، يعرفون على ماذا يطلق. هذا فيه شبه بالحديث الذي قال أتدرون من المفلس، المفلس معروف عندهم، معروف من هو المفلس، قالوا نعم يا رسول المفلس ما لا درهم له ولا دينار، لكن يريد أن ينقلهم إلى معنى آخر ما يفطن إليه. وهذه من لطيف تعليمه وجميل بيانه عليه الصلاة والسلام. ألا أنبئكم ما العضه، كان معروف عندهم أن العضه هو السحر، معروف عندهم عند العرب ما يقال العضه، معروف عندهم أنه السحر. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث كانت العرب تسمي السحر العضه، كانت العرب تسمي السحر العضه. وجاء في مشكل الآثار للطحاوي عن ابن مسعود قال كنا نقول في الجاهلية إن العضه هو السحر، العضه هو السحر، وإن العضه يقول ابن مسعود فيكم اليوم القالة، وإن العضه فيكم اليوم القالة. ما هي القالة؟ النميمة، مثل ما في الحديث هي النميمة القالة بين الناس. وهذا يكون ابن مسعود أخذه من هذا الحديث، المعنى هذا أخذه من هذا الحديث، قال ألا أنبئكم العضه، هم يعرفون ماذا؟ أن العضه السحر، السحر، كأنه يريد أن يقول لهم هل أنبئكم السحر، هل أنبئكم السحر، يعني يريد أن يدلهم على أو ينبههم على شيء خطير جدا يعمل عمل السحر، يعمل عمل السحر ويفسد أشد من إفساد السحر،
ويضر بالناس مضرة عظيمة جدا. قال هل أنبئكم ما العض؟ هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. النميمة هي السعاية بنقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما. يأتي إلى شخص ويقول لها انظر فلان هذا الذي أنت تجالسه وصديقك ومنذ سنوات وبينك وبينه تعامل، ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا حتى يملأ صدره عليه، ثم يذهب للآخر ويحدث بمثل هذا الكلام، ثم يلتقي الاثنان ما يسلمان على بعض، وربما يبقيان على ذلك إلى الموت بسبب نمام اشتغل بينهم. وكم من أشخاص، كم من أشخاص كانوا من أشد الناس تحابا وتآلفا ومودة وماتوا على فرقة وقطيعة بسبب النمام. كثير هذا النمام فساده في الناس ومضرته في الناس عظيمة جدا، ومضرته في الناس أسرع من مضرة السحر، أسرع من مضرة السحر. ولهذا روى أبو نعيم في الحلية، حلة الأولياء، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، يعني أن النميمة أسرع من السحر. قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. الساحر يحتاج إلى عمل يصنعه وأشياء وأمور يطلبها وأشياء يصنعها إلى أن تنعقد، تحتاج معه إلى وقت. أما النمام في سعاية في أوقات يسيرة بين اثنين يحشر صدورهم ويملأها شيئا يوقع بين المتحابين العداوة، مثل ما وصفهم عليه الصلاة والسلام بقول الباغون للبراء العنت، يعني يبغون البراء الذين بينهم ألفة ومحبة ومودة وليس في نفوسهم شيء، يبغون لهم العنت يعني العداوة هو القطيعة والتباغض والتدابر. فأفاد أن هذا الحديث أن النميمة من السحر، من السحر لاشتراكها مع السحر في الغاية والمقصود، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا عمل الساحر، وهو في الوقت نفسه عمل النمام، ولكنه عند النمام أسرع من الساحر في الوصول إلى هذه البغية. فأفاد الحديث أن النميمة من السحر. لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى أثر عمل الساحر وأثر عمل النمام تجده واحد، بل أن النمام أشد كما مر معنا في أثر يحيى بن أبي كثير، النمام أشد ما ينتجه من أثر. فإذا لما اشترك في الأثر والنتيجة صار حكمهما متماثلين أو متقاربين في الحكم. لكن الساحر كافر، ولا يقال النمام ماذا كافر، الساحر كافر لأن هناك نصوص دلت على كفره ودلت على موجب الكفر. والنمام لا يقال أنه بالنميمة يكون كافرا، لكنه عاصم معصية عظيمة خطيرة موبقة مهلكة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. هذا وعيد شديد، وعيد شديد جدا، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، هذا وعيد شديد وبيان لخطورة النميمة العظيمة ومضرتها الجسيمة. قال رحمه الله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. أيضا مما يتعلق بما سبق، يعني يجب على المسلم إذا عرف أن النميمة بهذا الوصف بهذه الخطورة وشبهت بالسحر
لأنها تعمل عمل السحر، فلا يدخل الإنسان على نفسه مع إخوانه سحرا بالنميمة يفسد بينه وبين إخوانه. أقصد أن الواجب على المسلم ألا يقبل عمل، ألا يقبل نقل النمام. الواجب على المسلم ألا يقبل نقل النمام. لما يأتيك شخص يحدثك عن أحد إخوانك الذي بينك وبينه محبة وصفاء وتعاون على الخير ومودة، ويبدأ يقول لك كلام يتكف عن الحديث، هذا الذي أمرك الله به. قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نهى الله عن طاعة النمام، لا تطع. إذا جاء يحدثك يقول لك فلان وفلان قال، قل له لا تكمل حديثك، لا تكمل حديثك، ما دام القلوب صافية تبقى على صفائها وما في حاجة. حتى لو قدر أن من تحبه أخطأ عليك في مجلس، لست بحاجة أن ينقل لك خطأ في مجلس حتى تبقى الصفاء، والخطأ يزول إن شاء الله، يزول مع الأيام ويزول بإذن الله. لكن إذا نقل وتزيد أيضا في النقل وجدت الفجوة وحصلت العداوة، وقع الذي نهى الله عنه، لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، بالنميمة يصبحون متباغضين متدابرين، ليس بينهم أخوة، ما بينهم إلا قطيعة. قال ولهما، قال رحمه الله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قال إن من البيان، من هذه حرف تبعيض من البيان، أي بعض البيان، من البيان أي بعض البيان، لسحرا أي يعمل عمل السحر، من البيان لسحر أي يعمل عمل السحر، بمعنى أن بعض الناس بما عنده من فصاحة وبلاغة وقدرة على تزويق الكلام وتنميق الكلام قد يزين الباطل فيظهره في قالب ماذا؟ في قالب حق. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يغتر الناس بالزخرف، يزخرف القول، يزين القول، فيغتر الناس بزخرفة القول والبهرجة التي فيه، فيظنون الباطل حقا والضلال هدى. قال إن من البيان، إن من البيان يعني البلاغة والفصاحة وتزيين المنطق لسحرا أي يعمل عمل السحر، عمل السحر منه إظهار الباطل في صورة الحق، إظهار الباطل في صورة الحق. شبه البيان المقصود بالبيان هنا المغلوط الذي يغير الحقائق، شبه بالسحر لسرعة تأثيره، سرعة تأثيره في القلوب وحرفه لها، تأثيره في القلوب وحرفه لها عن الحق بهذا التزيين للباطل. الحاصل أن قول إن من البيان لسحرا يعني من التزيين للقول ما يسحر الناس، يعمل عمل السحر، فهذا أيضا نوع من أنواع السحر تشترك مع السحر في الغاية. مقصود بالبيان كما تقدم الذي فيه التمويه على السامع والتلبيس عليه حتى يضل بذلك، فشبه بالسحر لذلك. ولا يدخل في هذا البيان الذي يراد منه بيان الحق، بيان الحق و توضيح الهدى ودلالة الناس للخير. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. من الجبت أي من السحر، مثل ما مر معنا قال عمر رضي الله عنه بن الخطاب الجبت السحر،
فالعيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر. قال رحمه الله: الثانية تفسير العيافة والطرق. نعم، يعني هذه أشياء يفعلونها للتكهن، أشياء يفعلونها للتكهن، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر. أن علم النجوم من أنواع السحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عده من أنواعه، قال: من تعلم أو من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم. قال رحمه الله: الرابعة العقد مع النفث من ذلك. العقد مع النفث من ذلك، أيضا هذا تقدم معنا في الحديث، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فالعقد مع النفث من ذلك أي من السحر. قال رحمه الله: الخامسة أن النميمة من ذلك. أن النميمة من ذلك، يعني من السحر، من ذلك أي من السحر، وذلك لأن النمام يفسد ويفرق بين المتحابين ويؤثر فيهم تأثيرا أشد من السحر. نعم. قال رحمه الله: السادس. وقول أن النميمة من ذلك، يعني من ذلك في الأثر، من ذلك في الأثر، لا أنه مثله في ماذا؟ في الكفر، لأنه مثله في الكفر، وأيضا الحكم الذي مر معنا، الحكم حكم الساحر ضربه بالسيف، فهذا يختلف عنه. نعم. قال رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. أن من ذلك بعض الفصاحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان، يعني بعض البيان، لا سحرا، لأن الرجل الفصيح، لأن الرجل الفصيح إذا كان فاسد المذهب يستطيع أن يروج على كثير من الجهال والطغاة والعوام الباطل بسبب ماذا؟ الفصاحة التي عنده والبلاغة التي عنده، فيزين له بزخرف القول، تزيين القول، يزين له الكلام حتى يجعله يقتنع يعني بسبب تزيين الكلام. ومثل هذا أيضا يقال في تأثير الفلسفة، تأثير الفلسفة ويعني التعمق فيها، يعني يوصف بعض الفلاسفة أن يستطيع مثلا بزخرفة القول وتزيينه أن يقنع مثلا الشخص، إذا كان أمامك مثلا جدار أبيض أن يقنعك مثلا أو أن يقنع الشخص الذي أمام بأن لون آخر بزخرفة القول الذي هو نوع من السحر، على ما بين النبي عليه الصلاة والسلام. من الطرائف التي سمعت في هذا الباب أن يعني شابا درس الفلسفة حتى حصل على الدكتوراه، والده من العوام، والده من العوام، عوام المسلمين، وجاء يبشر والده بأنها يعني حصل على دكتوراه في الفلسفة، قال: يا ابني إيش الفلسفة هذه؟ قال: هذا علم عظيم جدا، يعني علم يفيد في الإقناع. وكان الموضوع أمامهم الطعام، وعليه دجاجة واحدة هيئها والده ضيافة لابنه لما جاء منها، فقال الولد: يعني أنا أعطيك مثال يا والدي بالفلسفة، الآن أستطيع أن أقنعك أن الذي على السفرة ليس دجاجة واحدة، ثنتين. قال: ما أحتاج إلى إقناعك، أنا سأكل هذه الدجاجة وأنت كل الأخرى. وترك ابنها بلا شيء، قال: لا، ما أحتاج إقناع، أنا سأكل هالواحدة هذه والثانية كلها أنت، خذها لك أنت. فالآن علمه ماذا؟ نقضه والده بالفطرة، علمه الآن هذا الذي حصل في سنوات نقضه والده له بالفطرة التي الله فطر الله عليها. ولهذا يعني العامي الموحد، هذا ذكر أهل العلم، يغلب هؤلاء بما آتاه الله عز وجل من بالفطرة السوية،
التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام أخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام غنمنا خيرات هذا الشهر وبركاته. واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.